إذا كان الاشتباك أو الصراع بين هذه الميليشيات أمر متوقع، خصوصا بعد التصعيد الأخير، أين يكون موقع المرتزقة السوريين الغرباء عن هذا البلد في هذه المعادلة؟ وكيف يؤثر هذا التزعزع في الجبهة الداخلية على الساحة الميدانية والساحة السياسية، خصوصا أن على الطرف الآخر الجيش الوطني الليبي هنالك حالة هدوء تماسك واستقرار؟ أولا، وضع المرتزقة السوريون هو العنصر الذي سيتم إحلاله محل العديد من التشكيلات الميليشيوية، من التدريبات التي تتم في معسكر اليرموك وفي نواحي أيضا صلاح الدين في ثكنة تدريبات الشرطة سابقا بالزي الرسمي لوزارة الداخلية، وكذلك ما يسمى بقوة الجيش لدى ميليشيات الوفاق، هو تأهيل وإحلال له. وأن القوائم المبدئية التي يتم العمل عليها منذ الثالث من شهر يوليو لما يسمى بجهاز الحرس الوطني، قوامها بأكثر من 43% نسبة وتناسب من قوات هذه المرتزقة من السوريون، هذا من ناحية. من الناحية الميدانية، تم تربية هذه الميليشيات على الذهاب وخوض المعارك على طريقة الارتزاق والنهب، فهم أكثر من يستعد الآن للذهاب إلى تحشيدات الجبهة في غرب مدينة سرت، لأنهم يقاتلون بغريزة الغنائم لدى العصابات الإجرامية، بينما يتم توطيد العمل الشبه منظم للمرتزقة، مهايا ومرتبات أكبر بكثير من تقدم للميليشيات. ثم بعد ذلك قيام المخابرات التركية بالإعاز إلى بعض العناصر باغتيال قيادات بعض الميليشيات لكي تتهم الميليشيا المنافسة لها ولم تكن هي الفاعل، كما حصل في ضاحية الجعافرة، عائلة أبو جعفر في جنزور، التي شهدت جرائم ومجازر متبادلة بين الطرفين على خلفية الرجل الثاني في كتيبة فرسان جنزور الذي تم اغتياله، وتبادل الاتهامات بذلك. أيضا منح السلطات لهؤلاء بالتلاعب ببعض المقدرات مثل توزيع الوقود، ويعرف أهالي طرابلس الآن في أزمة الوقود قبيل عيد الأضحى مبارك تسيطر عليها هذه الميليشيات. والوضع الميداني الوضع الميداني بشكل عام هو من تقوده ميليشيات مصراتة وتوزع عليهم الأدوار بالتوازي، وأن المرتزقة السوريون يكون دورهم دائما في مرحلة بعد الشباك، مرحلة التمشيط والاستقرار في مراكز التأمين، لأن وجودهم وجود احتلال وليس وجود اشتباك وخروج.